مساء الخير جميع اصدقائي، بنستمر معكم بسلسلة الذكاء الاصطناعي. اليوم رح يكون درسنا كتير حلو خاصة للمصممين والمصورين. اليوم درسنا رح نولد من صورة واحدة اربع تصاميم او اربع صور. خلوكم معي وخلونا نبلش. اذا يا جماعة رح ننتقل لموقع ديل اي اللي هو يعتبر من المواقع الرائعة جدا بهذا الموضوع. طبعا مثل ما انتم شايفين هون احنا رح ناخد الصورة ورح نعطيها للموقع ورح نقول له للموقع ولد بهي الضغطة ولد اربع صور او اربع تصاميم من الصورة اللي اعطيتك اياها. طبعا هذا الشيء كتير حلو وكتير رائع انه انت اليوم عم تحصل على اربع تصاميم او اربع افكار من تصميم انت اعطيته اياه، وهذا الشيء طبعا رح يسهل الفكرة انك انت تحسن طبعا تصل نتيجة بشكل سريع. ايضا يا جماعة رح نعمل هاي التجربة نفسها على الميد جورني، وايضا هون رح نمسك الصورة ونرفع على الموقع مثل ما نحن شايفين هون، ورح نعمل لهي الصورة كوبي لينك لحتى ننسخ الرابط الخاص بالصورة. رح نحط هذا الرابط ب طبعا تعليمة اماجن، وهون بقى بنحط جنب الرابط كلمة او الكلمة اللغة الانجليزية اللي بدنا اياها اللي هي بتعبر عن الصورة. ممكن نحط ستروبري، او فينا طبعا بكل بساطة نحن نروح على الموقع نفسه وناخذ الوصف الموجود بالصورة ونعمل له كوبي ونحطه بيست بهذا الشكل، ورح نحط انتر وننتظر طبعا دقائق بسيطة. ولاحظوا طبعا صورة الفريز هون كيف نحن اخذنا اربع صور من الروح اللي نحن موجوده بهي الصوره، واعطاني اربع صور طبعا بكواليتي كثير عالي. حاولوا بالايام القادمه انكم تستخدموها بطريقه صح. الله يعطيكم الف عافيه.